أهلا بكم إلى السابعة وفيها. استمراء إعلام الكرامة يحاول تشويه عملية العودة لبنغازي ويتهم مقاتليها بالسعي خلف النفط. ذوول الاحتياجات الخاصة بين قلة الوعي ونقص الاهتمام، والسابعة ترصد أوضاعهم. واد معروف بأن من يدخله ليلا لن يستطيع الخروج منه، وكاميرا السابعة تدخل الوادي. أهلا بكم. مع دخول المواجهات بين سرايا الدفاع عن بنغازي وميليشيات الكرامة يومها الرابع، تتفاقم حدة إعلام الكرامة في محاولة تشويه عملية العودة إلى مدينة بنغازي. فبدأت التهم بداية بالسعي خلف النفط الليبي، وحين أعلنت السرايا تسليم الموانئ لمؤسسة النفط الليبية. حاول إعلام الكرامة التركيز على الجهوية ومحاولة تصوير المعركة بأنها حرب بين إقليم طرابلس وإقليم برقة، وهي ليست المرة الأولى التي يركز فيها إعلام الكرامة على تمزيق النسيج الاجتماعي ومحاولة استغلال النعرات القبلية في تأجيج الصراع. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب محمود إسماعيل. أهلا بك سيد محمود. تحية لك أخي الكريم وتحية للأستاذ المشاهدين. صحح لك، أنا محمد إسماعيل ولست محمود. نعم نعم، عذرا سيد محمد إسماعيل. في البداية نرحب بك. كيف تقرأ التوجه الذي تسير به القنوات الموالية إن صح التعبير لعملية الكرامة، واستخدامها ربما لألفاظ إقليم برقة، إقليم طرابلس وما إلى ذلك من هذه التسميات؟ نعم أخي الكريم، المتتبع والرافض للمشهد والمتمعن يستطيع أن يصف هذه الحالة ربما بحالة إفلاس الصراحة. فاللعب على القبلية وعلى الجهوية وعلى العاطفة التي تمس جهة معينة وما إلى ذلك أصبح هو ربما الورقة الوحيدة في هذه الفترة للتحشيد. يبدو أن الجيش الذي قال عليه حسر أصبح ضعيف جدا بعد أن ضاعت منه هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة، وبعد أن ضاع منه ميناءين هامين جدا. الآن الناس قد ضرعا يبدو ذلك بهذا الأمر، ولا يبدو أنه عنده جيش. حركة عدم المساواة خسرت في هذه المواني، لا يوجد إلا اللعب على وتر القبلية والجهوية في هذا الشأن لعمليات التعبئة وللزج بكثير من الناس في أذون هذه الحرب التي سترهق المزيد من دماء الليبيين في هذا الشأن. نعم أخي الكريم. نعم. طيب سيد محمد، يعني إذا ما تحدثنا عن استخدام الألفاظ، ربما الغرب الليبي يحاول الهجوم على الشرق وما يؤججه ذلك من فتنة وتقسيم. هذا هو الوتر الذي تكلمت عليه قبل قليل، لكن المتتبع للمشهد يجد، وخصوصا عندما استمعنا لكلمة الشرق في قبل قليل، نجد أن أغلب هذه السرايا من قبائل برقة المعروفة من العواقير ومن الدرسة ومن العبيدات ومن المغاربة ومن الكافة. لا يمكن اللعب على وتر القبلية، لا يمكن اللعب على مدن بعينها في الغرب الليبي. الكثير يؤجج ويقول أن مصراتة دخلت وما إلى ذلك، لا يوجد أحد يعني من مصراتة رسميا أو ما إلى ذلك. هؤلاء أناس تكلموا في هذا المؤتمر الصحفي أنهم مهجرون وأنهم لهم سنين تعبوا من الهجرة ومن مآسي الحياة، وأنا لهم أن يعودوا إلى ديارهم في هذا الشأن. نعم أخي. نعم. طيب سيد محمد، يعني ليست هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القنوات الموالية للكرامة هذه الحرب الإعلامية إن صح التعبير التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، نجحت في بنغازي ربما. هل تعتقد أن هذه المرة ربما تنجح ذات الاستراتيجية؟ نعم، ربما أن يجيبك أكثر هنا الأخصائيين النفسيين أو الذين درسوا الإعلام. الإعلام يعني الراصد إليه، أنا بطبيعتي كمتتبع هكذا نجد أنه مشكلة كبيرة من المشاكل التي ألمت بالليبيين منذ بداية الحرب منذ 2011. تتذكر أخي الكريم دور شاكير وحمزة التهامي
وباقي الأسبقين الذين عبأوا وغرروا بكثير من الناس، الذين صوروا الحق باطلا والباطل حقا، جعلوا الناس يكذبون أعينهم ويستمعون إلى آذانهم. الآن 6 سنوات من حملات هذه التغرير على كافة الأطراف، أنا أتكلم هنا بموضوعية، ولكن هذا الطرف لازال في هذا الغي، في هذا الكلام. مدينة دمرت بالكامل في هذا الشأن. كل ما يتمناه الليبيون هنا أن تحقن الدماء وأن يرجع الناس إلى ديارهم سالمين، وأن يعود الليبيون يدا واحدة وقوة واحدة، ويتعاونوا على إرساء دستور واحد يتفقون عليه. ولكن حملات الكراهية واضحة في هذه القنوات، التحريض، الألفاظ الغير لائقة، الزج بعنصر القبلية كما قلت أنت قبل قليل، وبالجهوية، وهو أمر ليس موجود على الإطلاق. هؤلاء من يسمون أنفسهم بسرايا الآن هم متضررون في هذا الشأن، عائلاتهم تسكن المصائف وبالإيجار وما إلى ذلك، حالتهم سيئة. الكثير من هذه العائلات يتمنون العودة إلى البلاد التي أخرجوا منها، مطلبهم واضح، تدعمهم جميع المواثيق والعهود الدولية، لا يريدون إلا سوى حق العودة في هذا الشأن. في المقابل هناك أحد قنوات تقول أنه جيش نظامي وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة ظهرت أنه هو جيش هش يعتمد على قوات خارجية. نعم. شاهدناهم من العدل والمساومة إلى ذلك، لم تبقى له إلا هذه الورقة، إما أن يصف خصمه بالإرهابي والمتطرف والشيطنة، وإما أن يلعب على وتر القبلية بأن أهل الغرب قد جاءوا إلى الشرق وأنها حرب بين البندات وما إلى ذلك. يقوم عليها الكثير من النخب صراحة الفاسدة التي زيفت الوعي. حقيقة الأمر والله أعلم في هذا الشأن أنها عائلات تريد أن تعود لبلادها، واعتقد انهم محقون في هذا الجانب. نعم اخي. طيب في سؤال اخير سيد محمد اسماعيل، يعني هذا الخطاب الاعلامي الذي ربما ينتهج نهج الانقسام والدعوه الى الانقسام والخطاب الجهوي للانقسام ان صح التعبير، برايك كيف يمكن ان يفيد العمليات العسكريه على الارض، العمليات العسكريه التابعه لعمليه الكرامه؟ والله اعتقد لن يفيد اذا كان استمر الوعي. طيب ما الغرض منه إذن؟ الغرض منه التحشيد، واضح أن التخلي المجتمع ما يعرف بالمجتمع الدولي وسكوته على ما حدث في المواني، وطالبت بالأمس بوبكر بعيرة بمساعدة المصريين جهارا نهارا وبأنهم قد تخلوا عنهم. الآن يريد التجيش في أقرب فرصة، يريد أعداد أن تدخل إلى هذا الجيش وأن يصور الحرب بأن حرب بين شرق وغرب وما إلى ذلك، يلعب على مشكلة الجهل التي تعاني منها ليبيا في هذا الشأن، الغرابة قد جاءوكم، الشراقة قد جاءوكم، ما إلى ذلك. فهذا هو التحشيد وهذا هو المراد، إثارة النزاعات الجاهلية والقبلية وما إلى ذلك. الليبيون جميعا أقول أخي كريم شرقا وغربا ذاقوا ذرعا بهذا الحال، ولكن أصحاب الإجندات والعسكر وما إلى ذلك والمتشبثين وأبواقهم الإعلامية وما إلى ذلك لازالوا يحاولون أن يزيفوا الوعي. والكرة الآن عند الناس، أعتقد أن الناس قد ذاقوا ظلم العسكر خلال 3 سنوات الماضية، شاهدوا التعذيب وما إلى ذلك، التضييق على الحريات في آخر الأمر بمنعهم من السفر من أعمار 18 إلى 45. أعتقد أن الكثير تراجع وأن حملات التعبئة هذه ربما أملها ضعيف في هذا الشأن. نعم أخي. نعم شكرا جزيلا لانضمامك معنا الباحث والأكاديمي محمد إسماعيل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. ذوي الاحتياجات الخاصة بين قلة الوعي ونقص الاهتمام. أهلا بكم. بعد وصول شكاوى من عدد من أولياء أمور أطفال أو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حول عدم وجود أماكن جيدة وأخصائيين قادرين على التركيز على حالات بعض الأطفال، فيما ترتفع بالمقابل كلفة المراكز الخاصة، خاصة وأن أغلب الحالات تحتاج إلى رعاية شبه يومية. كاميرا السابعة زارت أحد المراكز في محاولة للفت انتباه الجهات الرسمية لتلك الفئات التي تستحق الاهتمام والرعاية. بحيوية ونشاط يدخل إيزم كل يوم لمدرسته حاملا حقيبته التي ملؤها الحب وشغف المعرفة. فبين جنبات هذا المركز يقضي أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أوقاتهم بين تعلم مهارات جديدة والتعرف على ما حولهم من كائنات ومعارف مختلفة، ولا سيما اللهو والمرح. مركز إيوان الذي تأسس في فبراير من العام الماضي
يهدف بحسم القائمين عليه لتقديم الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة من اضطرابات التوحد ومتلازمة داون وصعوبات التعليم واضطرابات النطق، وذلك من خلال سلسلة من الخطوات التي يتبعها المشرفون كما يقول أحدهم. نشوف مستوى النشاط اللي هي فيه ومستوى الحركة ومستوى الاستجابة، تنحط الدرجة اللي هي فيها الحالة وبيتحدد القسم اللي راح تدخل عليه الحالة، ثم بعد يتحدد العمل اليومي اللي راح نتابعه مع الحالة والخطة التدريبية لها. وكما يولد الإبداع من رحم المعاناة، كان لإنشاء هذا المركز قصة. قصة أم عاشت معاناة التعايش مع طفل توحدي، ولم تجد بداً من البحث المستمر عن أساليب وطرق ناجعة لمساعدة فلذة كبدها للوصول إلى أبسط الحقوق الإنسانية. واجهتنا عدة صعوبات وواجهتنا عدة، ولكن طبعاً الفضل للكادر الوظيفي اللي موجود معاي، يعني ما نقولش جزء من أولياء، ما نقولش كل أولياء الأمور، ولكن جزء كبير من أولياء الأمور حاولنا أن احنا نوقفوا على رجلينا ونقدموا خدمة لناس في أمس الحاجة لها اللي هم ذوي الاحتياجات. مثلما كان محمد ملهما في هذه التجربة، كان الإلهام والإبداع رفيق درب لعدد من العلماء والمبدعين والرواد في مجالات مختلفة ممن تحدوا الإعاقة وتجاوزوها ولا زال يذكرهم التاريخ، وربما يغدو أيمن يوما ما واحدا منهم كما يتمنى. إدماج هذه الفئة باختلاف حالاتها في الحياة العامة لتتكيف مع المجتمع ليس بالأمر الهين، ويتطلب تضافر جهود المؤسسات العامة لتذليل الصعاب ومساعدة الأطفال على تحقيق أحلامهم البريئة وضمان حياة كريمة لهم كما يوضح هذا الأب. أنا إنسان بدأت في درجات التحسن إلى أن إمكانيات الوقت الحاضر اللي موجودة في الدولة وفي المركز وإمكانياتنا إحنا الخاصة باقي تعجز على تلبية متطلبات بنتي إلى الدرجة المثلى، ماذا بينا إحنا الظروف تتحسن وإمكانيات الدولة تسخر للاهتمام بهذا هذه الشريحة والفئة اللي هي موجودة في المجتمع الليبي. ووفقا للإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد المعاقين في العالم العربي 15 مليونا، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الذين يلقون الرعاية والتأهيل منهم لا تتعدى 5% وفقا لتقارير المجلس العربي للطفولة والتنمية. ينضم إلينا عبر الهاتف والد أحد الأطفال المصابين بالتوحد السيد طارق الشلوي. أهلا بك سيد طارق في البداية. مرحبتين. نعم. الحال. أهلا بك. في البداية سيد طارق، يعني هذه الفئة، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تحتاج ربما لاهتمام شبه يومي. باعتبارك أحد أو والد لأحد الأطفال المصابين بالتوحد، ما أبرز ما يواجهك من صعوبات؟ والله الحقيقة طبعا هو حالة التوحد في بداية الأمر ما كناش نعرف وما عندناش فكرة وما عندناش خلفية على مرض التوحد. فالحالة هذه تقدر تقول بعد سنة ولا سنة ونص تقدر تكتشف أن عندك حالة توحد. نعم. فأني نوجه رسالة لجميع أولياء الأمور في الموضوع هذا، أي واحد تواجه حالة يشوف طفلة مثلا عنده أي سمة من سمات التوحد يتوجه بها لأول طبيب أعصاب، لأن الحالات هذه لازم من التطبيب المبكر، إن بعد ما يفوت العمر 3-4 سنوات يبدأ صعب التأهيل. فلهذا أنا كانت عندي صعوبات في موضوع هذا، لأنه صار في أثناء الثورة. أنا ولدي كان مواليد 2009، ففي عمر السنتين صارت الثورة، فكان في صعوبات أن نخشوا في اتجاه الموضوع هذا. نعم.
طيب سيد هشام، يعني بعض أولياء الأمور الذين تواصلوا مع فريق إعداد السابعة قالوا بأن المراكز الخاصة أسعارها مرتفعة جدا ولا توجد مراكز ربما عامة بأسعار جيدة وبإمكانيات جيدة، هل واجهت هذه المشاكل من ناحية ارتفاع الأسعار للأماكن الخاصة، وكيف تتعامل مع ابنك في المراكز الموجودة حاليا؟ والله الحقيقة أنا طبعا خشيت، طبعا ابني خش تقريبا لخمسة مراكز في ليبيا، يعني يمكن أكثر، ولي أمر دار في المراكز في ليبيا. فنشكر طبعا اللبلة فاطمة اللي أسست المركز الإيوان هذا، يعتبر من المراكز اللي كويسة وفاتت عليه، يعني يعتبر فيها اهتمام. وبالنسبة للأسعار الحقيقة أسعار طبعا المواطن الليبي قداش بيكون مرتبة، وقداش 500 دينار و600 دينار في الشهر، يعني الحالة صعبة شوية في بالنسبة للمواطن الليبي. وبالنسبة للدولة الحقيقة ما دارتش، ما تقريبا في طرابلس صار مركز واحد وما نجحش من قبل الثورة في 2009 ولا ما نعرفش، فيعتبر الأسعار غالية شوية. وبالنسبة للأخصائيين في ليبيا الحقيقة راهو ناقصين، الأخصائيين متخصصين في تنمية المهارات والتخاطب، وهذا أهم شيء في مرض التوحد، تنمية المهارات والتخاطب الحقيقة ناقصين. والمراكز قاعد فيها شوية نقدر نقوله بزنس، شوية ماديات، يعني الناس هذه ذوي احتياجات، ما اعتقد انها تبي الانسانيه اكثر من اني اتعامل معها في موضوع فلوس واقتصاد. طيب سيد طارق، يعني ذكرت في بدايه الحديث انك ربما اكتشفت في البداية هذه المعاناة التي يعاني منها طفلك، ونصحت بأن يتم الكشف مبكرا. في هذه الفترة التي اكتشفت فيها حالة ابنك وأنه مصاب بالتوحد، ما هي الأخطاء التي ربما وقعت فيها، وبماذا تنصح الآباء الذين لديهم أطفال يعانون من نفس هذه الحالة، وأطفال أو أطفال مصابون بذوي الاحتياجات الخاصة؟ أنا يعني وقت طفلي عمره سنتين اتجهت بيه، مشيت بيه لمصر. في أخطاء صارت في مصر، هو في مصر تقريبا حتى هم عندهم المراكز متاع التوحد هذه زي الحلاق والمواد الغذائية بالضبط في القاهرة. ففي القاهرة أعتقد فيها ثلاثة من أحسن ثلاث مراكز في القاهرة ومعروفة، نعم يقدروا يسألوا عليها. وأنا من الخطأ اللي ارتكبته أن مشيت لأول مركز وقعدت سنة غادي وما استفدتش منها حتى حاجة. فننصح أولياء الأمور يعني وقت بيتجهوا ولا بيطلعوا من ليبيا لازم يسألوا من هنا، وقبل ما يمشوا ويتجهوا لازم يركزوا في الموضوع اللي بيمشوا له، يعني لازم يتحققوا من المركز اللي بيمشوا له قبل بعدين يمشوا. وبالنسبة للمراكز في ليبيا أعتقد توا سنتين بدت في، بالنسبة للخواص بدت في شوية اهتمامات. وأنا ننصح بأن عادي يعني في كل شارع في مركز، معناه في تنافس، في هذا بيجيب أخصائي هذا ما يبيش يجيب هذا، فبيحصلوا خبره الليبيين في هالموضوع، يعني كويس ان نشوف فيها المراكز لما تكثر في ليبيا بيصير فيها تنافس، في النهايه هذا بينجح هذا اقل منه هذا بينجح وهكذا يعني. نعم. اذا شكرا لانضمامك معنا السيد طارق الشلوي، احد او والد احد الاطفال المصابين بالتوحد. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. واد معروف بأن من يدخلها ليلا لن يستطيع الخروج منه، كاميرا السابعة تدخل الوادي. وادي الأصنام اسم أطلقه عليه السواح الأجانب بسبب شكل الحجارة التي تميز الوادي. يقع هذا الوادي غرب مدينة غات على بعد 70 كيلومترا عن منطقة تهالى، ويمتاز هذا الوادي بجباله العمودية المترصفة وصخوره الهندسية التي نحتتها الرياح عبر التاريخ. ومن أغرب ما يعرفه السكان عن ذلك الوادي أن من يدخله ليلا لن يستطيع الخروج منه، ذلك لأن حجارة الوادي تشكل ما يشبه المتاهة التي يضيع من يدخلها ليلا. كاميرا السابعة دخلت الوادي وهذا ما رصدته. الله
طبعا احنا في وادي مغيلت يبعد على غاد في حدود 99 كيلومتر. طبعا موقع وادي مغيلت هذا من اجمل الوديان في منطقة غاد، فيه اشكال هندسية طبعا من عوامل التعرية البركانية ودرجة الحرارة والتغيرات المناخية، طبعا من اجمل الوديان في منطقة غاد اللي هو وادي مغيلت، اشكال هندسية كل ما تتخيله واللي ما تتخيلهش. طبعا وادي هذا عرضه ممكن 40 كيلومتر وطوله ممكن في حدود 55 كيلومتر. عادة في الليل الوادي هذا ما تقدرش تتحرك تمشي مكان بعيد، لما تمشي مكان بعيد طبعا طريق ما عادش تقدر ترجع للموقع بتاعك، فلهذا دائما يستحسن زيارة هذا الوادي في النهار باش لما تمشي مكان بعيد تتبع جرتك ترجع. الحقيقة نتمنى من كل زوار ليبيا أن يزوروا هذا الوادي لأنه جميل جدا، من أجمل المواقع السياحية في منطقة غاد. الأشكال الهندسية الغريبة اللي موجودة هذه من ملايين السنين، طبعا تغيرات مناخية كلها، هذا اللي خلى بعض الناس توصف فيه بأنه مدينة الأصنام. هو الحقيقة مش مدينة الأصنام، مدينة الجمال يعني والأشكال الهندسية الخلابة. يعني نتمنى من كل شخص في ليبيا أن يعرف بلاده أولا ويزور وادي مغيلت. السابعة انتهت إلى اللقاء.